بسم الله الرحمن الرحيم، يا أهلا بكم مع هذا الموضوع على قناتكم شرح بسيط، وهو موضوع مهم جدا وهنعرف الكلام ده في آخر الفيديو. النهاردة بنشرح كيفية فتح حساب استقبال دفعات أديسنس في البنك العربي الأفريقي الدولي، وذلك لأن كل اليوتيوبر من 2021 سيتم إيقاف استقبال دفعات أديسنس عن طريق يوسترن وينيون، ودي الطريقة اللي كانت مفضلة والأسهل لكل اليوتيوبر أو كل من يستقبل دفعات أديسنس سواء على حساب أديسنس على قناة أو غير قناة. فأديسنس سوف يوقف استقبال الدفعات من 2021 بطريقة ويسترن يونيون، وعليه فإن معظم الدول العربية سوف يكون المتاح لها هي طريقة فتح حساب لتحويل الحساب اوتوماتيك او دفعاتك اوتوماتيك او مستحقاتك الى حسابك في البنوك. من هنا هنبدأ نشرح كيفية فتح حساب في البنوك المختلفة، ومنها طبعا البنوك المصرية والبنوك الوطنية والبنوك التجارية. فتابعني لأن ده موضوع قد يهم الكثير، وأيضا يهم من يريد فتح حساب ويعرف أحسن أنواع الحسابات وأكثرها سهولة، وهنعرف الشروط إزاي. إذا كنت أول مرة تشاهدني قناة شرح بسيط، هذه القناة تهتم بالشروحات في شتى المجالات، وكانت سابقا تسمى شرح زي التعليم، وهذه القناة مهمتها أو هدفها هو نشر الوعي والعلم والمعرفة في بعض أمور حياتنا كلها. إذا كنت أول مرة تشاهدني، رجاء الضغط على زر الأحمر سبسكرايب أو الاشتراك، وأيضا فعل زر الإشعارات حتى يصلك كل ما نقدمه على هذه القناة. بنبدأ مع بعض كده ونشوف إيه هي الشروط الواجب توفرها علشان تفتح حساب في البنك العربي الافريقي الدولي. هذا البنك بنك مميز وبيقدم خدمات مميزة جدا، ولكن ليه نوعين بالنسبة لحساب التوفير. حساب التوفير ذات الفائدة، يعني بيضع او بتاخد عليه فوائد وبيدي لك فائدة ثابتة 9% ما بتتغيرش، وحساب توفير بدون فوائد. فحساب التوفير بالفوائد لشروط، وحساب التوفير بدون فوائد له شروط. حساب التوفير بدون فوائد، الحد الأدنى علشان يفتح لك حساب لابد أنك تضع 5000 جنيه مصري أو ما يعادلها بالدولار. أما فتح حساب علشان تستقبل عليه فوائد، فلابد أنك يكون الحد الأدنى 10000 جنيه مصري وما يعادلها من العملات الأجنبية علشان تفتح حساب توفير بعائد. وبيقدم لك البنك طبعا تقرير عن حسابك كل مدة، وعن طريق الحساب سواء حساب توفير بفايدة أو حساب توفير من غير فايدة، فبيضمن لك بهذا الحساب أنك ممكن تاخد قرض بيتيح لك أنك تستعمل أو بتستخرج عليه فيزا تستخدمها في مكنة الATM، وأيضا بتستخدمها في الشراء وتعاملاتك التجارية. تقدر تستقبل عليه الأموال من كل شيء، وهندخل على البنك دلوقتي وهنشوف وهنطلع إزاي كل هذه المعلومات على البنك. ده موقع البنك العربي الإفريقي الدولي، كويس؟ وطبعا هنا بيشرح لك أو بيوريك إزاي انك تقدر تفتح حساب توفير اسمه جولدن، والحساب ده بعائد 9% سنوي. وطبعا ده لو انت عايز تفتح حساب توفير بعائد زي ما قلنا. طيب البنك ده بتعمل فيه اشتراك، ممكن تعمل في البنك اشتراك وتتابع حسابك عن طريق الانترنت او عن طريق النت. فلو عملنا كلمة او ضغطت على كلمة دخول، كويس، بيقول لك هنا لو انت مسجل فحط البريد الالكتروني وكلمه المرور وبتعمل دخول. لكن انت ما عندكش حساب فعايز تفتح حساب، فبيقول لك انت غير مشترك حتى الان، اشترك الان. فلو ضغطت على كلمه اشترك الان بيجيب لك
هذه الصفحة أو هذا الابليكيشن في مجموعة من الأشياء اللي مفروضا أنت بتكملها معاه. إيه هي؟ أولا اسمك، بريد الإلكتروني، الموبايل، تاريخ الميلاد، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور، الاي دي نمبر. الاي دي نمبر ده اللي هو الرقم القومي بتاعك، اللي هو عندنا يعني اسمه الرقم القومي، والفيرفي كود اللي هو الكود ده اللي هو الكباتشا يعني، وبعدين بتقول له انشاء. تعالى كده مع بعض هنحط الاسم والبريد الالكتروني ونكتب انشاء ونشوف الوضع هيبقى معانا ازاي. طبعا الاشتراك هو ما قبلش الاشتراك، فهنضطر طبعا ان انت هتروح البنك علشان تعرف ايه المشكله في الاشتراك، وربما يدولك حاجه زي كود مستخدم او حاجه زي كده بتجيلك هناك. اما بتفتح حساب بتدخل بقى وبتعمل حساب على الانترنت علشان تتابع حساب. بعد كده بعد ما بتفتح الحساب بتاعك بتدخل طبعا على طريقه الدفع في اديسنس وبتحولها، وده الايميل اللي جالي النهارده او شفته النهارده، ده الايميل اللي وصلني وبيقول فيه اختيار طريقه مختلفه لاستلام الدفعات، لان هيتم ويسترن يونيون هيقف خيار الدفع من هذا، وطبعا حدد الكلام ده من اعتبارا من 2021. ستتوقف جوجل عن تسديد دفعات من خلال ويسترن يونيون، ولمواصلة استخدام او استلام الدفعات لابد انك تستخدم اي طريقة من طرق الدفع المختلفة. لو دخلت على جوجل اديسنس هنا فبيدي لك بعض التعليمات او بعض طرق الدفع، منها الشيكات والتحويل البنكي الالكتروني، التحويل الالكتروني وتحويل الاموال عبر المنطقة الموحدة باليورو ورابيدا والحوالة المصرفية. الشيكات طبعا صعب انك تصرفها في مصر، التحويل الالكتروني مصر لا يوجد فيها، طبعا لو ضغطت عليها تعرف الدول اللي متاحة له. الاموال عن طريق منطقة اليورو طبعا لدول اليورو في اوروبا، ورابط دي للمشتركين في روسيا، فما قدامكش غير الحوالة المصرفية، ما قدامكش غير الحوالة المصرفية. وفي الحوالة المصرفية دهيت لابد انك بتستلم او بتروح تفتح حساب، ومهم جدا عشان الحساب لازم يكون عندك السوفت كود. هنا جايب لك المطلوب هنا اسم صاحب الحساب واسم المصرف والرمز اللي هو السوفت كود بتاع البنك، وشرح لك هنا بيتكون من 8 او 11، وطبعا رقم الحساب بتاعك بعد ما بتفتح حساب لك رقم، وبتعيد كتابة الحساب او رقم الحساب. يبقى هنا مطلوب منك انك هيطلب منك هنا هوت اسم صاحب الحساب واسم المصرف او البنك يعني، والسوفت كود بتاعه بتاع البنك، ورقم حسابك، وبتعيد رقم حسابك، ده كل المطلوب، وبتعمل سيف او حفظ لطريقة الدفع، وبكده يتحول لك المدفوعات بتاعتك عن طريق الحساب البنكي. يبقى احنا هنا قدامنا في مصر مفيش غير الحساب المصرفي او الحساب البنكي، يبقى مفيش قدامنا هنا غير الحوالة المصرفية او الحساب البنكي، يبقى كل الكلام ده لا ينطبق علينا في مصر. التحويل الالكتروني علشان اوريه لك او اثبت لك، في بعض الدول موجود طبعا، هنا بيتوفر النظام ده في بعض البلدان التالية. لو انت ضغطت على هنا علشان تشوف هتلاقي في هنا مفيش هنا دول عربية الا تقريبا في الاردن هنا موجودة، في المغرب، في كمان الامارات المتحدة وفقط لا غير، دول الموجودين في هذا التحويل اللي هو الالكتروني. يبقى احنا قدامنا في مصر مفيش غير التحويل المصرفي اللي هو لازم تفتح حساب في احد البنوك. في الفيديوهات الجايه ان شاء الله هنشوف او هنعرف او هنتعرف ازاي على ان احنا نحول او نفتح حسابات في بنوك تانية، ونشوف الشروط بتاعتها ايه، ونحاول بقدر الامكان نشرح طريقه فتح حساب في البنوك او البنوك الاخرى الموجودة في مصر. بتمنى في النهاية ان اكون وضحت لك معلومة هامة جدا، وخاصة لمن لهم حساب على اديسنس.
وبتمنى انك لا تبخل علي لايك شير وتشترك في قناتنا شرح بسيط. وان كنت مشترك ولا يصلك تنبيهات فالغي الاشتراك وجدده في نفس اللحظة حتى يصلك جديد ما نقدمه على شرح زي بسيط. والى ان القاكم في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.